لا صباح الخير أستاذة الو، نجلاء. يا أستاذة ايوه، نجلاء السلام صباح عليكم. الخير. الو، يا أستاذة نجلاء صباح الخير، تفضلي. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن اكلم دكتور ايوه هاني؟ دكتور هاني يا فندم، مع حضرتك تفضلي. طب لو سمحت، صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا أستاذة ازي نجلاء. حضرتك؟ بصي حضرتك اتكلمي، الدكتور سامعك، احنا سامعينك، تفضلي. طيب، معلش يا دكتور، انا بنتي عندها 13 سنة وكان شعرها كويس جدا وعادي وحلو وناعم وتقيل وكل حاجة، يعني هي لسه ما بلغت، بس شعرها من قدام ابتدى يفضى خالص لدرجة ان انا بشوف أرضية راسها، وابتدى ينزل خالص، يعني لو حضرتك شفته ما تتخ، يعني بقى خفيف جدا جدا جدا، تمام. وحتى نوعية الشعر كمان اختلفت، ابتدت تتني كده وتبقى ناشفة، تمام. يعني مش انا عارفة هرد بقى، على يعني حضرتك. حتى حالتها النفسية وحالتي انا كمان، يعني ما بشوفها كده، مش حاضر. يعني مش ده شعرها خالص. طيب هرد بشكرك يا على فندم. حضرتك، دكتور هيرد على هرد حضرتك عليك وهقول حالا، لك نعمل ايه بالظبط ان شاء اتفضل. الله. طبعا دي مرحله نمو، البنت بتكبر لسه، البيريود ما جاتلهاش، خلاص هتجيلها، مرحله نمو سريع. فطبعا اول عضو في الجسم بيتاثر بالكلام ده هو الشعر، نتيجه طبعا هتلاقي كمان ما بتتغذاش كويس، العضلات بتكبر، العظم بيطول فبيسحب الغذاء فبيأثر على الشعر، ودي ظاهره طبيعيه بتحصل دايما للبنات في السن ده. العلاج ايه؟ العلاج طبعا ان هي لازم تاخد تغذيه كويسه جدا، سلطات، بروتينات مهمه جدا، السمك، فيتامينات. وعموما هي لو دخلت، لو دخلتي على صفحتي على الفيسبوك هتلاقي في حاجه اسمها البوست المجمع، انا منزله من يومين على الصفحه. اول جزء فيه خاص بعلاج مشاكل الشعر، لو سمحتي ادي لها العلاج اللي انا كاتبه لمده شهرين، ان شاء الله شعرها يبقى كويس وهيبطل يقع ان شاء الله.